أنا صراحة جذبني التوبيك حق البرنامج، وشباب قبل نصحوني إني أجي طبعاً هنا أشارك معكم في البرنامج. صراحة أنا بحاجة إني أخذ فكرة أكثر عن خصوصاً الأدفانسد إندو، شغل الكلينيك روتري والأمور هذه، محتاج إني أنا أخذ فيها معلومات أكثر واستفيد من الهاندو. نعم صراحة استفدت، يعني كان في معلومات جديدة استفدت منها والفائدة طبعا أكيد. صراحة من أول سيشن أنا حضرته بلغت الشباب فيه، وإذا حصل فرصة وزي كذا يعني جربوا، ليش لا، يعني في فائدة فعلا.